مرحبا شيخ، وأهلا بالمتابعين والمشاهدين جميعا. هل الحق يقع على عاتق العامل أم صاحب العمل؟ لا لا لا، ما بتوقع، لكن الحق يقع دائما على الاثنين، كل واحد له حقوق وكل واحد له واجبات، فالموضوع شيء متبادل بين الطرفين، الحقوق والواجبات أيضا. بالتزام الطرفين في حقوقهم وواجباتهم لا يحق أبدا لأي طرف منهم الاعتداء على الآخر، ولا حتى على مجرد اللفظ. ويجب علينا انه احنا نؤمن دائما انه الا يوقع مشكلة او خطأ من اي طرف من هاي الاطراف، سواء صاحب العمل او حتى العامل او الموظف، فالخطأ دائما وارد، ولكن اهم نقطة عدم الاستمرار في هذا الخطأ، وانه الانسان يصلح هذا الخطأ. يعني يا عامل او موظف، ما بيحق لك انت ابدا انه انت تكون مقصر بشغلك وواجباتك والانجاز اللي عليك والاشياء والعمل اللي انت بتشتغل فيه، وبذات الوقت بتنتقد صاحب العمل وصاحب العمل وصاحب العمل والى اخره، ولا كمان بتحمله جميله وبتطالبه باشياء ما لك حق فيها دام انت مقصر. ولكن بذات الوقت انه ما بيحق لصاحب العمل ايضا يبخس بانجاز او اي شيء بيعمله هذا العامل، ما يبخس هذا العمل او هذا الانجاز او هذا التقدم او اي شيء ممكن يعمله الموظف او العامل. فكثير من اصحاب العمل بيحاولوا استغلال الموظف او العامل بهاي الطريقه، بحيث يبخس من شغله حتى ما يعطي اي زيادات، ويبقى يضل يشعر هذا العامل او هذا الموظف بالنقص، انه انا وضعي مش كويس، انا كذا، فما بزبط انه اطلب، حتى انه يكون صاحب العمل عمل في عين قوي كله، ما انت فيش عندك انجازات، ما انت فيش عندك اي اشياء زي هيك، حتى ما يزيده. وهذا اسلوب كثير متبع في الشركات للاسف الشديد، طبعا مش كلها. وايضا كثير منهم بياخروا موظفيهم او العمال عندهم بلا مقابل، بحجه الوفاء والولاء لهذا العمل او لهي الشركه، هذا شيء غير منطقي اصلا. لكن اتوقع انك نسيت يا صاحب العمل انه الوفاء والولاء ايضا انك انت تعطيه حقه، حقه في هذا التاخير وحقه في هذا الانجاز ايضا. او انه ممكن يكون هذا العمل الاضافي هو عباره عن عمل تم بالتراضي، يعني بالتراضي بين العامل او الموظف وصاحب العمل انه يشتغل هذا الشيء ويخلصه اليوم وكذا، واي شيء خارج هذا النطاق ممكن يتم وعادي ما في اي مشكله، لكن كما قلنا بالتراضي والمحبه بين الطرفين دون اي نوع من الاستغلال والاجبار. في نظري الشخصي القاعده جدا بسيطه، لا انا عن جد بحكي، القاعده جدا بسيطه، هي مجرد اتباع القانون والشرع في العمل. فشرعا مثلا اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، خلينا دوما نكون أصحاب إنجاز وإتقان في أعمالنا، ونتقدم دوما إلى الأفضل كموظفين وعاملين وحتى أصحاب عمل. لكم مني كل المحبة والاحترام.